190 مشاركا و80 ألف متسوق ومبيعات تقارب 350 ألف دينار. إحصائيات مبشرة لمهرجان الرمان تؤكد الإقبال الكبير الذي تشهده محافظة إربد. رؤيا رصدت أجواء المهرجان في يومه الثالث والأخير وسط مطالبات بتمديده لأيام أخرى. ثلاثة أيام حافلة بالرمان ومنتجاته شهدها مهرجان تسويقي في إربد سجل إقبالاً قياسياً من المشاركين والمتسوقين وحصيلة المبيعات. الحمد لله كان المهرجان ناجح بامتياز من ناحية التنظيم والإدارة والتنسيق والحضور وعدد المشاركين والزوار والمبيعات، وبالتالي بنقدر نقول إن شاء الله أنه هذا مهرجان كان يعني مثل ما بنتمنى وزيادة. المزارعون والمنتجون المشاركون في المهرجان طالبوا بتمديده لأيام أخرى نظراً للإقبال الكبير من المتسوقين، معبرين عن إشادتهم بالإجراءات التنظيمية. نتمنى من وزير الزراعة أنه يعني يعيد لنا هذا المخيم الإنتاجي والمهرجاني كل سنة. الإقبال عليه السنة ما شاء الله الإقبال عليه ممتاز، والأسعار كمان المزارعين يعني خفضوا أسعارهم، أسعار ممتازة والإقبال عليه شديد، ومنطالب إحنا يعني ما كانش هذيك المدة الكفاية لنا إن نسوق بضاعتنا كثير، يعني في منهم باعوا في منهم شوية، منحب إنه من طالب من وزير الزراعة معاني الوزير إنه يمدد لنا يومين. المهرجان شكل فرصة لعرض منتجات متنوعة من المشاركين وسط أجواء تسويقية واحتفالية عززت من إقبال المواطنين على امتداد أيام المهرجان. مع بدء موسم قطف التمور في الأردن وخاصة تمر المجهول، طالب مزارعون ومختصون بإزالة المعيقات التي تقف أمام تصدير هذا المنتج ومنافسته في السوق العالمية. مساحة واسعة من غور الأردن تكسوها أشجار التمور معظمها من صنف المجهول، جعلت الأردن يستحوذ على حصة كبيرة في السوق العالمية. المنتج الأردني من أجود الأنواع عالميا، لكنه يواجه منافسة غير عادلة وفقا لمختصين لأسباب مختلفة. أتيت إلى الأردن لدراسة التمر الأردني والذي نعتبره تمر عالي الجودة مقارنة بالتمور الأخرى. نأمل أن يتم الاهتمام أكثر بهذا القطاع من أجل الخروج للأسواق الخارجية والمنافسة في السوق الأوروبية، لما لهذا التمر من جودة عالية وطعم ومذاق متميز عن غيره. في كثير من دول الجوار معفيين من الجمارك في كثير من الدول مثل تركيا، اندونيسيا، ماليزيا، في اكثر من دوله عندهم اعفاءات يعني لا تقل عن 5000 طن بالسنه. للاسف طلبنا الحكومه الاردنيه باكثر من مكان واكثر من لقاء بان يقوموا بمحاوله لغايات رفع هذه الجمارك حتى يتسنى لنا المنافسه بالسوق العالمي. أكثر من مليار ونصف المليار دينار حجم الاستثمارات في زراعة تمر المجهول، ونحو 600 ألف نخلة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام الحكومي نظراً لما يعود به هذا القطاع من مردود اقتصادي مجد على كافة القطاعات. ثقافة التمور لدى المجتمع الأردني مع الأسف تكاد تكون يعني قليلة جداً أو معدومة، يعني معدل تتفاجأوا كمستمعين إنه الاستهلاك الفرد الأردني لا يتجاوز كيلو 700 جرام، وبينما الخليجي قد تفوق استهلاكه 45 كيلو جرام. عندهم ثقافة في الخليج إنه هذا يقدم كضيافة في كل مناسباتهم في منازلهم، ولكن احنا للأسف متعارف على التمور أنها بالعزاء أو في مواسم الحج أو العمرة. قطاع التمور قطاع واعد، قطاع له مستقبل بالدولة الأردنية، لنا فرص تصديرية كبيرة، لكن معنيين اليوم نضع كل المحددات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع شأنها كبقية القطاعات الزراعية على طاولة البحث. التحدي الأكبر كيف بدنا نخفض تكاليف الإنتاج. إيجاد مواصفة خاصة للتمر الأردني وتوحيد العمل بدءا من الإنتاج إلى التسويق هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع، وإذا ما تم تجاوزها ستؤدي إلى استحواذ الأردن على أكبر حصة من إنتاج تمر المجهول في العالم بحسب ما يقول الخبراء.